صباح الفل عليكو. النهاردة هنعرف ازاي نعمل الاول تي في افكت او تأثير الافلام القديمة زي اللي احنا شايفينه دلوقتي على البريمير بدون استخدام اي افكتات او بلاجنز او اي حاجة خارجية. اول حاجة بنعملها هو اننا بنعمل امبورت للفايلز اللي هنشتغل عليها، وانا هنا عامل امبورت للاول تي في صورة بي ان جي علشان نقدر نستخدمها، وانت كمان تقدر تستخدم فيديو مش لازم صورة بي ان جي. تاني حاجة عمل لها امبورت وهي الفيديو اللي هنستخدمه علشان نعمل عليه الاولد افكت. علشان نبتدي نعمل تأثير النويز هنعمل كليك يمين نيو ايتم، هنختار منها بلاك فيديو. بيطلب مننا من البار اللي طلع لنا دوت ان هو عايز الابعاد بتاعته، فاحنا طبعا هنشتغل على المقاس الفول اتش دي 1920x1080. التايم بيس بتاعي هخليه 25 فريم بير سكند، وانت تقدر تغير التايم بيس بتاعك من هنا على حسب البروجكت اللي انت شغال عليه، بدايه من ال 23 لحد ال 60 فريم في الثانيه. وبعد كده هقول له اوكي. وبعد كده هنعمل من البلاك فيديو ده نيو سيكونس فروم كليب علشان نقدر نشتغل عليه في البرنامج. فانا الاول هروح اسمي السيكونس تي في نويز علشان ما تلخبطش بين الداتا اللي بتكون موجوده عندي. فهرجع هنا للتايم لاين، واول ما باجي على جنب الفيديو اللي عندي موجود في التراك 1 بيبتدي يبان علامه حمراء كده، فبمسكها وشدها لحد ما يبان عندي الديوريشن انه بقى 10 ثواني. وببتدي دلوقتي اروح للافكت بانل واكتب فيها نويز، وبنزل تحت بلاقيه في النويز اند جرين، بسحبه واحطه على البلاك فيديو اللي عندي، وما بلاقيش ان هو عامل اي افكت ولا اي حاجه خالص. لازم اكون مزود الاماونت اوف نويز بتاعه، فانا هزود الاماونت اوف نويز لحد الحد اللي يكون مريحني ان انا اشتغل عليه. وخلي بالك انك كل ما هتزود الاماونت اوف نويز هتحس ان الجهاز بقى تقيل معاك في الشغل، فحاول انك تستخدم الكميه اللي انت عايزها من النويز على قد الشغل بتاعك. فانا هستخدم الاماونت اوف نويز هنا 70، وهشيل اليوز كلر نويز لان انا هعمل اول تي في نويز اللي هو البلاك اند وايت، وهبتدي اجيب افكت تاني اللي هو برايتنس اند كونتراست، وهبتدي احطه عندي على الفيديو، وهبتدي ازود البرايتنس هخليها وليكن 50 والكونتراست هخليها 30. كده لو جيت عملت بلاي هلاقي النويز عندي موجوده على الفيديو، او بمعنى اصح هلاقيني عملت فيديو كل اللي موجود فيه عباره عن نويز بس. دلوقتي هروح علشان اعمل الخطوط اللي بتكون موجوده بالعرض في الفيديو، فهقف على تراك النويز اللي انا اوريدي عملته وهسحبه لفوق، وانا سحبه هضغط على مفتاح الت، فبيبتدي يعمل منه نسخه تانية بكل الاعدادات والسيتنج اللي كانت موجوده فيه. هاخد البلاك فيديو الجديد ده وهخلي مدته ثانيه واحده بس. الاول هروح اجيب افكت كروب، وهعمل له كروب بنسبه 49% من التوب ومن البوتوم. وعلشان نشوف الفرق اللي حصل ما بين التراكين هنبتدي نزود البرايتنس بتاعتنا، وهنبتدي نزود الكونتراست، وهنروح نزود السكيل هنخليه 300%. وطبعا كل الحاجات دي هنقدر نرجع نعدلها تاني، ولكن يفضل ان انت من الاول وانت شغال عليها انك تخليها افضل شيء يكون. فانا دلوقتي هحاول اعدل شويه في القيم بتاعه الحاجات عشان تكون مناسبه بعضها كصوره. فانا دلوقتي اخر حاجه عملتها في السيتنج بتاعه البلاك فيديو المين اللي هو الصوره الكبيره، خليت الاماونت اوف نويز 70% وشلت اليوز كلر نويز علشان يبقى ابيض واسود بس، وخليت البرايتنس عندي 80 والكونتراست عندي 30، وكمان زودت السكيل بتاعه وخليته 200 علشان يدي تاثير نويز زياده في الفيديو اللي هيكون ظاهر عندي. وفي الخطوط اللي بتكون موجوده بالعرض في الشاشه خليت السكيل بتاعها 300 والاماونت اوف نويز 70% وشلت اليوز كلر نويز، وخليت البرايتنس 70 والكونتراست 50، وعملت لها كروب من التوب 49% ومن البوتوم 49%، والإدج فيزر بتاعها خليته 3. والإدج فيزر لو عملنا ريسيت هتلاقوا ان الحواف بتاعة الخط اللي موجود بالعرض دي قلت، وده اللي بيعمل فيزر ما بينها وما بين الباك جراوند. اخر حاجة عندنا دلوقتي هو ان احنا نحرك الخط ده، وعلشان نحركه بنروح للبوزيشن وبنعمل في اوله واحنا واقفين عنده كي فريم، وبعد كده بنبتدي نتحرك لاخره وبنضغط كي فريم تاني، وبنبتدي نحرك البوزيشن بتاعه لحد ما يطلع بره الصوره بتاعتنا خالص، وبنرجع لاول كي فريم لحد ما يطلع بره الصوره خالص من تحت. لو جينا عملنا بريفيو هنلاقي ده الافكت بتاعنا، وعلشان يتكرر تاني هنبتدي ناخده واحنا ضاغطين عليه نضغط على مفتاح الت في الكيبورد ونبتدي نحركه بعديه، فبيعمل منه نسخه تانية. بعد كده بنعمل نيو سيكونس فروم كليب للتي في نويز اللي عندنا علشان نبتدي نعمل الكومبوستنج بتاعه ونبتدي نحط التي في والسكرين شو اللي عندنا، فهنروح نقف عليه وهنعمل نيو سيكونس فروم كليب تاني هيكون موجود عندنا هو في تراك فيديو 1، فهنبتدي نحط السكرين شو اللي احنا عايزين نظهره عندنا في تراك فيديو 2، وهنقصه على قد المساحه اللي احنا عايزينها بس، وهنحط فوقيه الاول تي في،
وبعد كده هنشده من هنا علشان نخليه على قد المسافة اللي احنا عايزينها برده. اول حاجة هنروح نجيب افكت اولترا كي وهنحطه على الصورة اللي عندنا، وهناخد الاي دروبر دي وهنحطها على اللون الاخضر علشان يقص الكروما من الصورة. وبعد كده دلوقتي مؤقتا هنخفي الصورة من العين دي لحد ما نخلص بقية الشغل على الفيديو. هنعمل ميوت للصوت من هنا علشان نعرف نشتغل عليه دلوقتي من غير صوت. والسكرين شو احنا اوريدي مش هنحتاجها اصلا، فدلوقتي هنقفلها من هنا وهنشتغل على التي في نويز. اول حاجة عندنا في التي في نويز هنروح نجيب افكت اسمه بلند وهنحط عندنا في التي في نويز، وهنلاقي اول حاجة فيه بيقول لك بلند ويز لاير، فهنختار من هنا فيديو 2 ومش هنلاحظ انه بيحصل اي حاجة لحد ما نقلل النسبة بتاعت البلند ويز اوريجينال، فاحنا مثلا هنخليها 50% فهيبتدي يبان عندنا الفيديو اللي شغالين عليه. وطبعا انت حر تقدر تزود النسبة او تقللها زي ما انت عايز، فانا مثلا هشتغل عليها على نسبة 30%. وبعد كده هنروح نجيب افكت اسمه لينس ديستورشن، وفي اللينس ديستورشن هنخلي الكيرفتشر بتاعته 25، وهنخلي في الالفا بتاعته هنختار اللون بتاعها يكون اسود. وافكت اللينس ديستورشن هو المسؤول على انه يخلي الصوره باينه بكيرفنس كده علشان تناسب الصوره بتاعت الاولد تي في اللي عندنا. فاخر حاجه هنعملها في التي في نويز هنا وهو ان احنا هنضيف عليها افكت البلاك اند وايت، وهنرجع نظهر تاني صوره الاولد تي في اللي عندنا، وهنبتدي نتحكم في السكيل بتاع التي في نويز عشان يناسب مساحه التلفزيون اللي عندنا. فاول حاجه هنعملها هنشيل اليونيفورمد سكيل وهنضغط على كلمه موشن اللي هنا، وهنلاقي ظهر عندنا على الجنب نقط بيضه كده علشان نقدر نتحكم فيها بشكل يدوي في السكيل بتاع الفيديو. وهنروح من هنا نعمل زوم شويه علشان نقدر نتحكم في المسافه بشكل احسن، وهنتحرك بالفيديو كله لحد ما يكون موجود تقريبا النقطه الزرقاء دي في نص التلفزيون علشان نقدر نتحكم في الابعاد بتاعه الفيديو ان يكون على قد الشاشه بتاعه التلفزيون. وهنرجع تاني نصغر الشاشه نعمل لها فيت علشان نقدر نشوفها بشكل كويس، وبعد كده نقدر نعمل له بلاي. ولو تلاحظوا ان لما عملت له بلاي هو ابتدى يقطع شويه كده لان هو لسه ما عملش ريندرنج على البرنامج، فعلشان نعمل له ريندر ونتفرج عليه بشكل كويس بنضغط علامه الانتر من الكيبورد. وهو دلوقتي زي ما احنا شايفين موجود بالافكت بتاعه معانا، وفاضل حاجه واحده بس وهي ان احنا نعمل زوم على الشاشه وهو شغال. وبنرجع لاخر سيكونس ان احنا اشتغلنا عليه، بنحاول بس نغير اسمه علشان يبقى عندنا فرق في الاسماء، وانا سميته تي في نويز كوم باختصار لكلمه كومبوزيشن. وبعد كده هعمل له نيو سيكونس فروم كليب تاني ونغير اسمه هنا، ممكن نخليه ده كده المين. وعلشان نعمل له الانيميشن بتاعه وبتاع الزوم هنقف على اول الفيديو وهنروح على السكيل، هنعمل كي فريم وهنروح عند 9 دقائق و24 فريم، وهنعمل كي فريم تاني وهنخلي السكيل هنا في الاخر بدل 100 هنخليه مثلا 150، وكمان هنروح عند البوزيشن وهنعمل كي فريم هنا وكي فريم في الاول، وهنرجع هنا وهنبتدي نتحكم في الموشن دي وهنخليها ان التلفزيون موجود في نص الصورة زي ما احنا عايزينه يكون موجود. وزي ما احنا شايفين دلوقتي ان دلوقتي التو افكتس متطبقين معانا على الفيديو، افكت الزوم والافكت الاولد افكت الموجود جوه التلفزيون ذات نفسه. ودلوقتي كفاية انك تكون عملت ده مرة واحدة بس، لانك مش لازم كل مرة تيجي تعمل الاولد افكت تعمل نفس السيت اب من اول وجديد. كفاية انك تروح للتي في نويز كومبوزيشن اللي احنا عملناه وتغير بس السكرين شو ديت وتحط مكانها اي فيديو تاني عندك، وهتلاقيه بس مجرد ما انت غيرت ده هو بيبتدي يتطبق في بقية الحاجات عادي. وكالعادة لو عندكم اي استفسار تقدروا تسيبوه في كومنت وانا هرد عليكم، وكمان لو محتاجين تشوفوا اي توتوريال او اي حاجة انتوا شفتوها افكتات موجودة سواء في افلام او مسلسلات او حاجة انت حابب تطبقها ومش عارف تطبقها ازاي سواء في بريمير او افتر افكت تقدر تطلبها مني، وانا ان شاء الله في اقرب وقت اقدر اعمل لها توتوريال واشيره معاكم برضو. واشوفكم الحلقة الجايه.